هو ازاي اعرف ان انا مصابة بدور برد عادي مش بفيروس الانفلونزا؟ ان مفيش حراره او حراره خفيفه نص درجه، ان بس الزكام والبرد بس والعطس كده والحاجات دي، بس. مفيش الكحه والتكسير والصداع والحراره العاليه والنفس المسدوده والقصه دهيت. الحقيقة انه احنا اول كحة مضاد حيوي على طول، ده اكبر مضاد غلط، الكترون اكبر غلط، على طول ده لانه العلاج المضاد بيقلل المناعه لما بديه ومفيش ميكروب. غالبا يعني. اكيد في ناس بتبقى الميكروب اللي متضررة قاعد اكتر ده يعني. بياخد مناعه ضد المضاد الحيوي ده. يجي الولد بعد اسبوع بقى يجي له التهاب ميكروبي، فالام تدي له المضاد اللي كانت مدياه له الاسبوع اللي فات في الانفلونزا اللي ايوه هو ما ينفعش، فلا يجاوب على ده ولا يجاوب على ده. بس في نقطه مهمه جدا بالنسبه للبرد والانفلونزا، انه مهم جدا انه غسل الايدين، السلام والبوس نقلله شويه في الشتاء، سن التهويه خفيفه في يعني من ضمن اسباب انتشاره، انه انا بعطس والمكان مقفول طبعا. والناس قريبه من بعض عشان يدفوا بعض، الازاز مقفول، خصوصا مع التراب اللي كان حاصل كل حاجه. البيوت مقفولة. التراب بقى هيعمل حساسيه الصدر، ممكن برضو نتكلم على دور التغذيه وحساسيه الصدر، وجو التراب ده هو اكتر حاجه تعمل تهيج الشعب الهوائيه اه للاسف، وتعمل ادوار الاساسيه بتاعت للاسف. حساسيه الصدر.